الاعلام بعد التحديث، انتم تدرون هذا البرنامج اطلق قبل اي سنه صار؟ فوق 2004 او 2006 2004 الكل اللي اشتغلوا عليه يعني مراسلين قالوا ليش ما تشتغلون فيه؟ طيب ما اعرف عن شنو القضيه. فجاوبوا يا وكذا ودوا له شهاده ملاحقه صغيره. هاي الشركة العربية طبعا بنت العربية الوحيدة ما في فرق هو ورا فترة صارت المعلومات والداتا وكذا حتى شيء أكثر يقال له فد هارد ديسك أكبر على الكمبيوترات الشخصية كانت صناعة قديمة مع التطور وكذا فتستثمر كان ماشي. فهو سوى تحوير بالربط بالكيبلات، هاي الكيبلات الموجوده بعد عيدها لي مره ثانيه. لا راح اعيدها لك مره ثانيه بس اخر مره وادري بالباعيتها مره ثانيه ما تعرف مباشره جواز وكذا وفيزا يا ربط. يعني كل شيء نوعيه وكل شيء عقليه انا استفاد منه. بعد ما سلام سلمت يعني مره جدا. إذا أنا لازم يكون كل برنامج هذا مفترض يكون في نعم. ساعة يعني هسه كل المعلومات حتى الآن الميزانية الميزانية الموازنة أكو جانب يسموه مخ الصرف أنا أقدر أغطيه يعني هذا الصرف حسب الظروف أكو الوزارة أكيد تمام؟ وكل مديرية مديريتها يا عم حسب الشغل راح يكون قضية الأسد تمام؟ أنا مرات أجي إذا جيت بدي أدبات يعني ويا أطلب من الدرس وحزين الحماية برنامج حديث بارك الله فيك وهذا القضية هذه شمول المديرية العامة للتربية المثنى بنظام الأمس هذا اليوم أو قد أشرعنا بداية دورات لمدراء المدارس ومعلم أو موظف من كل مدرسة بعد تدريب قادة التربويين. هذا البرنامج كما معروف يكون شراكة بين اليونسكو واليونسيف فضلا عن وجود وزارة التربية. هذا البرنامج يعتمد على أولا تدريب الكوادر التربوية على كيفية التعامل مع هذا المشروع، والمرحلة الثانية هو كيفية العمل وكيفية إدخال البيانات وكيف ربط البيانات مع المديرية العامة للتربية، وبعدين بعد ذلك يكون ربطها للوزارة. راح تكون قاعدة بيانات كاملة في كل مدرسة. هاي قاعدة البيانات تكون أيضا تكون محدثة وتكون هنالك سهولة بإجابة البريد وسهولة بالتواصل مع المديرية العامة للتربية، وبالتالي تكون سهولة التواصل مع أولياء الأمور والطلبة. سؤالك بأنه هل لها بالحوكمة؟ أكيد لها ارتباط مباشر الحوكمة. الآن احنا بهذا المشروع كأننا نهيئ للحوكمة الإلكترونية أو للحكومة الإلكترونية، لأنه الحكومة الإلكترونية هي عبارة عن قاعدة بيانات لكل الأعمال في كل الدوائر. والآن إذا طبقت أو طبق هذا المشروع الرائد في كل مدارس العراق تكون وزارة التربية الآن مستعدة استعداد كامل للتعامل مع الحوكمة أو الحكومة الإلكترونية. تقام في مركز الـ ICDL دورات الأمس للمديرية العامة للتربية المثنى الدورة الثانية.
بواقع 48 متدرب موزعين على 3 قاعات و9 مدربين أساسيين ومدرب من فريق الوزارة لمتابعة الدورات. يهدف برنامج الأمس الذي هو اختصار لمشروع نظام إدارة المعلومات التربوية إلى حوكمة مدارسنا الابتدائي والثانوي الريف والحضار وتحويلها من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني. لاحظنا استجابة من قبل المدارس المشاركة للنظام والتفاعل معه والمدخلات. نتأمل إن شاء الله في نهاية الدورة أن يكون المتدربين قادرين على تحويل مدارسهم من العمل اليدوي إلى الإلكتروني ويكون بداية لمشروع الحوكمة الإلكترونية.